رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يجري سلسلة من اللقاءات مع شخصيات وطنية في إطار المساعي التشاورية المنتهجة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد. وفي التعاون الجزائري الليبي، بحث تنسيق مشترك في صلب زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إلى الجزائر. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد أهمية التحضير الجيد والتدريب لمواجهة التحديات. وفي النشرة نقف عند جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة الحدود. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، استقبل رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أمسي بمقر رئاسة الجمهورية تباعا السادة عبد العزيز زياري وعبد العزيز بلعيد وميلود إبراهيمي بصفتهم شخصيات وطنية. وتدخل هذه اللقاءات في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة في معالجة الأوضاع السياسية للبلاد. استقبل رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أمس نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا أحمد معيتيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقد سمح اللقاء بالتطرق إلى الوضع المقلق الذي تشهده ليبيا، وبالأخص التطورات التي عرفتها منذ 4 أفريل الجاري. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الدولة عن تضامن الجزائر مع سائر الشعب الليبي الشقيق، وعن اقتناعه بضرورة توقف لغة السلاح لأنه ليس هناك حل سوى الحل السياسي. كما أكد رئيس الدولة على أن الجزائر ستستمر في تقديم كل دعمها من أجل عودة سريعة إلى الأمن والاستقرار والوفاق بين كل الليبيين. نعرف جيدا أن الجزائر واقفة مع الشعب الليبي وخيارات بناء دولة مدنية وبناء دستور ليبي والذهاب إلى انتخابات حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه. كذلك أشرنا أن الأمن الجزائر هو من أمن ليبيا، ودولتين يشتركوا في حدود طويلة وعلاقات تاريخية مهمة جدا. وفي نفس الوقت نحن نعول على الجزائر لبعث رسائل لكل المجتمع الدولي أن الشرعية الموجودة في ليبيا هي شرعية قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضح وصريح في التنديد بالأعمال التي يقوم بها ويسمي الأشياء بمسمياتها. هذا وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي أحمد ميتي قد حل مساء أمس بالجزائر في زيارة تدوم يومين. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم. في اليوم 4 من زيارة الفريق، أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية 4، ترأس السيد الفريق اجتماع عمل مع أركان الناحية ومسؤولي المصالح الأمنية. اسمها المؤمني. وبمدخل مقر قيادة الناحية وبمعية اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية 4، وبعد مراسم الاستقبال ووفاء منه لتضحيات شهداء الثورة التحريرية المباركة، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل شيحان بشير الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهر، ليترأس بعد ذلك اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية والمديرين الجهويين. استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية قدمه قائد الناحية،
بعدها ألقى السيد الفريق كلمة توجيهية أكد من خلالها على أن أعظم الرهانات التي تستحق من الجيش الوطني الشعبي بذل المزيد من الجهود المثابرة هي رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلاماتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية. إنما حققه الجيش الوطني الشعبي من نتائج مرضية على مستوى حدودنا الجنوبية الشرقية على غرار بقية حدودنا الوطنية الأخرى بل وعلى مستوى كافة ترابنا الوطني، هي وليدة رؤية شاملة لمفهوم الأمن الذي تتبناه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتوفير الأمن والمحافظة عليه تطلب تطبيق صارم دقيق لمضمون هذه الرؤية الوفية والمتكاملة ذات الأبعاد الاستراتيجية العميقة والبعيد النظر التي تكفل في مجملها للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان، وتعتبر ذلك من الواجبات الأكيدة التي يتولاها الجيش الوطني الشعبي بحكم مهامه النبيلة التي يتشرف دوما بتحملها وأدائها على النحو الأفضل والأصوب. وانطلاقا من هذه الرؤية الوجيهة، فإن الجيش الوطني الشعبي يعتبر أن أعظم الرهانات التي تستحق منا بذل جهود من أجل ضمان كسبها هي رهان حفظ الاستقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية في عالم يموج بالتحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب تقف وراها أطراف وقوة كبرى تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم وفقا لمصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب حرية شعوب وأمنها واستقلالها وسيادتها الوطنية. السيد الفريق جدد التذكير بأن الجهود العازمة والمثمرة التي ما فتئ يبذلها الجيش الوطني الشعبي هي جهود يستلهمها من إخلاصه لقيم نوفمبر ولرسالته الخالدة ومن تضحيات سلفه جيش التحرير الوطني. لقد فشلت كافة المحاولات ليس الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا بحول الله تعالى وقوته بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي ما فتية يبذلها الجيش الوطني الشعبي سيد الجيش التحرير الوطني حتى تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدى في سبيل الوطن. فلأجل ذلك نعمل دوما على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقوة المسلحة بطريقة المثلى والمرسومة حتى تبقى على دوام مالكة لمقاليد القدرة على الاطلاع بمهامها وتكيف باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يستوجب بالضرورة حرصكم كإطارات على تطبيق الصارم لبرنامج تحضير القتالي لمختلف مكونات قوى المعركة بتكثيف تمارين تكتيكية البيانية بالرميات الحقيقية لمختلف الأسلحة والقوات. والجيش الوطني الشعبي الذي يرافق الشعب وتحديات الوضع الداخلي هو أيضا عين ساهرة على سلامة حدودنا وأمن البلاد. دل البطبة. بقدر التحديات والمخاطر على حدود شاسعة تمتد ولا تنتهي، بقدر ما يشتد حرص ويقظة من يتحركون في كل شبر من أرض الوطن، أولئك المرابطون على الحدود يمتد ليلهم بنهارهم ولا تغمض لهم عين، فللاستقرار ضريبة ثقيلة. وسط إقليم ملتهب تتهدده المخاطر على كل الجبهات، جيش محترف بتعداده وعتاده يواصل الذود عن الحدود بعين رقيبة على كل ما يجري بالجوار، تصد كل متربص باستقرار وأمن البلاد.
ترصدات لم ولن تتوقف عند الحدود في ظل راهن إقليمي ودولي غير مستقر تتعدد فيه الأجندات وتقف مراقبة لوضع تبحث فيه عن أي ثغرات قد تحيد هذا الحراك عن سكته وأهدافه ومطالبه الحقة. وهنا جاء التنبيه من المؤسسة العسكرية المرافقة والمصطفى من الوهلة الأولى مع خيار الشعب، تنبيه إلى خطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب أمن واستقرار البلاد من خلال محاولة اختراق المسيرات السلمية، وتأكيد من الجيش على حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها. هناك دولة محورية قوية عندها إمكانات وعندها طاقات، دولة تمتلك من الموارد والثروات ومن المساحة، مساحة جغرافية قارة تجعل تكالب الدول الاستعمارية عليها. لماذا؟ هناك أجندات خارجية. لذلك المؤسس للجيش الوطني الشعبي قيادته على درجة عالية من الوعي لما يحاك داخليا وخارجيا. هذا الإقليم يفرض نفسه سواء كان في إطار المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل الجزائر والتي يشرف عليها الجيش الوطني الشعبي، والتي من خلالها أكد من خلال مبدأ الجاهزية العملياتية ومبدأ كذلك اليقظة الأمنية تحكمه في معادلة تأمين الحدود، من خلال أنه سعى في كل الحالات إلى الحيلولة دون ما أن يكون هنالك اختراق للحدود الوطنية، دون ما أن يكون هنالك تهديد حقيقي لأمن واستقرار الجزائر. تحديات لن تغيب عن وعي شعب مدرك لمدى دقة المنعرج وخطورته، وعي يحول دون إعطاء الفرصة للفوضى التي تغرق فيها بعض الدول وما أفرزته من وضع إقليمي معقد تنامت فيه الجريمة العابرة للأوطان وتصاعدت معه التهديدات الإرهابية. بالصبر، باليقظة، بعدم ترك ثغرات للذين يريدون أن يمسوا هذا الأمن، وهكذا يمكن أن نمر في تغيير إيجابي للجزائر قوية طاهرة وطاهرة من كل الفاسدين. وضع جعل الجزائر بين معادلة حماية حدودها وبسط السلم في كافة المنطقة بجيش محترف وعصري مجهز بأحدث الأسلحة موجهة ضد أعداء الوطن. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أحسن ربحي أمس أن المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد تقتضي من أسرة الإعلام تبني خطابا مسؤولا أساسه الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة. جاء ذلك خلال زيارته إلى مركز البث الإذاعي والتلفزي، مضيفا أنه على جميع المسؤولين على قطاع الإعلام تقديم المعلومة الحقة وأن يكونوا في مستوى التثقيف والتوجيه خدمة لمصلحة البلاد. أحسن ربحي وبعد أن تلقى عرضا حول خدمات مركز البث الإذاعي والتلفزي أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة، ودعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لبعض المسائل التي فرضها التقدم السريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. نتمنى أن يتوفر لكل الناشطين والعاملين في حق الإعلام يعني هذه المبادئ وهذه الأخلاقيات حتى يكون في مستوى الجميع، سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام العمومية أو الخاصة أو القائمين يعني كمسؤولين على هذا القطاع، يكون في مستواهم يعني تقديم المعلومة الحقة، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها بلادنا والتي تقتضي من كل واحد منا أن يكون خطابه خطابا مسؤولا. تحسبا للشهر الفضيل ولضمان تموين السوق باللحوم الحمراء واستقرار الأسعار، اتخذت وزارتي التجارة والفلاحة تدابير لاستيراد أكثر من 60,000 طن من اللحوم المجمدة والطازجة، مع فتح 360 سوقا جوارية جديدة عبر بلديات الوطن.
لا تزال حوادث المرور تقتل الأبرياء، حيث أدى حادث مرور أليم وقع أمس بعين فكرون بأم البواقي إلى وفاة 5 أشخاص. الحادث الذي وقع إثر اصطدام سيارة بشاحنة فتحت بشأنه عناصر الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسبابه وملابساته. في اجتماع للاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ضم أعضاء كل نقابات القطاع وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم مناقشة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى السلطات الوصية. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أول أمس بالأغواط أوقفت تاجري مخدرات على متن مركبتين سياحيتين محملتين بمئة كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان كمية أخرى من المادة نفسها تقدر بتسعمائة وخمسين غرام. في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وتمن راست، أوقفت 61 منقبا عن الذهب، وحجزت شاحنتين 15 مولدا كهربائيا و10 مسارق ضاغطة، بالإضافة إلى 4 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب. من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني 16 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وعين قزام وبرج باجي مختار. والآن إلى أهم ما ميز العالم خلال 24 ساعة الماضية مع نبيلة فراجي. اقتحم 10 المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع وجود 10 المصلين، هذا واعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا بمناطق متفرقة بالضفة. ونددت هيئة شؤون الأسرى التنكيل بالأطفال من طرف قوات الاحتلال بعد اعتقالهم شرق القدس والضفة الغربية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استثنائية مغلقة حول الوضع في ليبيا بشأن المشروع الداعي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس، فيما أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق مذكرة توقيف في حق خليفة حفتر على خلفية الهجوم على العاصمة الليبية. رصدت منظمة أوكسفام 195,000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن خلال العام الحالي، وحذرت المنظمة بأنه أسوأ تفشي للكوليرا في العالم مع صعوبة وصول الإغاثة إلى اليمن. ونختم النشرة من قصر الثقافة مفدي زكريا، حيث استمتع عشاق القريض بقراءات الشاعر المبدع رياض منصور الذي جاء من مدينة الورود البليدة محملا برحيق الورد وديوانه الموسوم بمنديل وقطعة قلب. يوسف طافر. لا تفسدي حبر الهوى، لا تكتبي وابقي هناك على ضفاف عيوني، كانت هنا في مقلتي سكناها، كانت هنا بدلالها وهواها، يا ليتها ما غيرت فتواها، يا ليتها ما غيرت فتواها. ظل يراوغ شمسه، وحلم مؤجل، وعطر عابر، وفي حضرة المحراب، وإشراقة الوقت، عناوين متعددة لمبدع اسمه رياض منصور، عبر عن مكنونات قلبه بالحبر المعطر. بزاف الشاعر قدم بطريقه بزاف شابه، عجبتني بزاف، وسيغتو انا نحب بزاف الشعر. القلب المجروح ومع العين التي تدمع ومع القلب الذي يخشع مع كل هذا يبقى الامل مفتوح، باب الامل مفتوح، باب التفاؤل مفتوح، وهذه هي الجزائر، هذا هو الشباب الجزائري، وهذه هي الامال الجزائريه. هذه القصائد جلها تتحدث عن الروح الوطنيه وحب الوطن. ديوان يقع في حوالي 22 نص شعري، نوعت فيه ما بين القصيدة العمودية الكلاسيكية وقصيدة النثر أو القصيدة الحرة. القصائد الأخيرة كانت تناولت فيها هذا الشكل الجديد من الشعر الحر. في حضرة الإبداع جاء صوت النور المبحوح. تعودت النوافذ
أن تطل على ال... وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار. ليلة هادئة.